ليه رضيت بفيلم كانت دي نتيجته او كانت دي ايراداته واعتذرت مثلا عن اولاد رزق الجزء الحالي؟ صحيح. ليه؟ لان اولا انا يعني انا واحمد يسري المخرج بنرجع سنين طويله جدا اصدقاء، مش عشان سبب تاني، مش عشان ما كانش سبب فيه تاني، ما حسيتش ان في احد النجوم من زملائك بينجم عليك وده ضايقك؟ لا لا فاعتذرت. لا لا مش ده السبب خالص. السبب فعلا طب ايه عدم توافق اللي قلتها دلوقتي؟ توافق الوقت. فسبت يعني اولاد رزق، اضطريت الجزء الثالث اللي اول جزئين منه كسروا الدنيا. احمد انا مش مصدقك، انت مصدق نفسك؟ طبعا. جمهوري الصامت اللي ما بيتكلمش ولا بيصد ولا بيرد مش مصدقك. مش معنى ان هم صامتين ان انت تكذب عادي والكاميرا مش هتجيبك. مش ممكن يكونوا يعني حطوا مواعيد تصوير انت مش هتكون فيها، وطالما انت مواعيدك مش متوافقه فخلاص احنا هنصور الفيلم من غيره. وده اللي حصل فعلا. وانت شخصيه اساسيه في الفيلم، ايه القناع اللي لابسهولي دلوقتي؟ عشان كنت شخصيه القناع اللي لابسهولي دلوقتي مش نفسي. كنت شخصيه تانية في الفيلم التاني، انت شخصيه سبعه قاعده قدامي. لا حقيقي شخصية. انت لابس قناع الهروب؟ لا خالص بالعكس. لابس قناع الهروب؟ نو. لابس قناع ايه؟ والله بصي على حسب، يعني قلت لك يعني عارف انا توقعت ايه؟ توقعت انك هتقعد قدامي هتبقى صريح جدا وهتقول كلام ما حصلش. بجد؟ عملت اعمل كده. لا ده كان زمان، كبرت بقى وفهمت توديكت. فهمت ايه؟ فهمت حد شتك عليا. انا كده بضحك عليك؟ تحاولي. خالص مش عايز تصارحني ليه؟ بلعب معاكي مايند جيمز. والله بتلعب مع جمهورك مايند جيمز. ايوه حبايبي. اعتذرت عن اولاد رزق ليه؟ انسحبت ليه؟ علشان هم كانوا لازم يطلعوا يصوروا اسبوعين. عارف انه اللي اتقال كان لانه انت حسيت انه عمرو يوسف بيتنجم عليك فانسحبت، غضبت وانسحبت. لا دي اشاعه. وفي نفس الوقت الوضع كان ان هم كانوا لازم يصوروا وحجزوا. طب بعد ما انت ما توفقتش فعادل مش عادل؟ هو ليه ما توفقتش وما اشتغلتش؟ لانه الفيلم ايراداته وقعت والفيلم اتهاجم. ما يتهاجم واتقال انه ضعيف. ايه المشكله يعني؟ ما عادي. ايوه يعني انا دلوقتي اروح اعمل فيلم يتهاجم وما ينجحش وايراداته تقع ويتقال انه ضعيف، واسيب جزء ثالث من فيلم انا نجحت فيه جدا، الفيلم نجح، بصور السيستم، الفيلم نجح عادل، وشخصيتك في الفيلم نجحت جدا. وقتها كنت بصور السيستم. طب مش متضايق؟ لا مش متضايق. اشترك في باقات واتشة الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.